أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النير. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جم العطايا واسع الجود عظيم المنة الكريم الودود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الوجود والسبب الأعظم في كل موجود، وعلى آله معدن الكرم والجود، وأصحابه أهل الوفاء بالعهود. من أرض الجزائر الطيبة نزل ضيفا على روضة الدروس المحمدية بالزاوية البلقائدية الهبرية فضيلة الأستاذ الدكتور نضال قسوم، حاصل على شهادة دكتوراه في فيزياء الفلك من جامعة كاليفورنيا، أستاذ في الجامعة الأمريكية بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خبير في علم الفلك الإسلامي، صاحب قلم له عدة مؤلفات منها كتابه في مسألة الأهلة والتقويم الإسلامي، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه الكون وعلم الفلك عند علماء المسلمين، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين، اللهم يا من قلت وقولك الحق وعلمناه من لدنا علما، ارزقني من لدنك علما يقربني إليك. اللهم يا من قلت وقولك الحق واتقوا الله ويعلمكم الله، اجعلني من عبادك المتقين وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صاحب هذا المقام الرفيع سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد حفظه الله ورعاه، سادة العلماء والمشايخ مع حفظ المقامات والألقاب، إخواني وأبناء الطلبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أخرج بعض الرواة أن عبيد بن عمير سأل السيدة عائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال، أي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة ربي لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت:
ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية. لقد أكد المولى عز وجل أن التدبر في الآيات الكونية يهدي إلى معرفة الحق عبر التوصل إلى كبرى الاكتشافات المعرفية، وهي تصور عظمة الله من خلال خلقه. وفي سورة يونس أكد المولى عز وجل على جانب آخر جد مهم في التعرف على حركة الأجرام السماوية، فقال: هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وفهم العلماء المسلمون هذا الجانب الرئيسي في هذا العلم، فقال البتاني الذي سأشير إليه بعد حين، محمد أبو عبد الله الفلكي الكبير من القرن الثالث للهجرة، قال: إن علم الفلك يأتي في سلم الأولويات مباشرة بعد الدين، وهو أعظم العلوم، إذ يحد العقل أي يجعله حاداً، ويزين الفكرة، ويهدي إلى توحيد الله ومعرفة أعلى الحكمة والقوة الإلهية. الكون في القرآن الكريم. إن أهم فكرة تشد القارئ لسور القرآن الكريم هي التأكيد على أهمية اعتبار الظواهر الطبيعية والكونية مجالاً للتدبر، بل أنه يجب اعتبارها إشارة إلى وجود الخالق وعظمته. ففي الآية 44 من سورة العنكبوت نقرأ: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهناك أكثر من 300 آية جاء فيها ذكر السماء أو السماوات، منها 30 أو نحو 30 بمعنى فلكي كوني. بل أكثر من ذلك، كما أشار الفيزيائي الباكستاني الكبير المرحوم محمد عبد السلام، أول عالم مسلم يفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، قال: من الملفت للنظر والتدبر أنه في مقابل نحو 250 آية تشريعية نجد في القرآن قرابة 1000 آية تصف ظواهر طبيعية وكونية. يجمع الناس على أنها في حدود 700 أو 750، ولكن هو قال بشكل أشمل نحو 1000 آية في مقابل 250 آية تشريعية. إن المولى تعالى تطرق في القرآن إلى عالم الطبيعة الذي خلقه وأوجد الإنسان فيه، ودعاه إلى التعرف على صانعه بواسطة عقله، أي النظر والتأمل في أسرار وقوانين هذا الكون. بل إن القرآن ركز على ضرورة اعتماد التجربة والنظر بكل معانيهما للوصول إلى المعرفة، لما قال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأكد على استخدام مناهج العقل كالبرهنة والمنطق والتأكيد التجريبي للآراء ومثل ذلك، فقال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولم يقم المولى عز وجل فقط بالإشارة إلى أهمية التدبر في الطبيعة أي السعي وراء العلم، بل دفع الإنسان وأمر العقل البشري باستخراج الحقائق الكونية أي أسرار المخلوقات وقوانين الطبيعة، فقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، بكلتا القراءتين والمعنى صحيح في الحالتين، وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وربط ذلك بالإيمان فقال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأكد القرآن على مفهوم القوانين الكونية
إذ أوضح أن الأجسام والأجرام تسير وفق سنن محكمة وثابتة، وفي ذلك قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، كل في حركة مضبوطة. ثم قدم لنا القرآن الكريم تصويرا مركبا عن الكون وخلقه، ولو أن لفظ الكون لم يرد في الكتاب العظيم، ولكن علماء الإسلام استنتجوا هذا المفهوم، مفهوم الكون، من آيات التكوين، أي إخراج الأجسام والأشياء إلى الوجود من العدم. والتكوين قد أشار إليه المولى عز وجل في آيات عديدة، منها: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأضاف المتكلمون أن الكون مرادف للعالم، بل بعضهم قالوا مرادف للوجود. ولم يعطي القرآن وصفا فيزيائيا لتسلسل الأحداث خلال الفترة الأولى للخلق، فهذا مجال العلم لا مجال الوحي، حسب الآية السابقة التي ذكرت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ولكنه أشار إلى خلق الكون في آيات عديدة، نذكر منها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وآية أخرى في السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ومن المعروف طبعا اليوم أن الأيام الستة هذه إنما تشير إلى فترات زمنية، نعرف اليوم أنها طويلة جدا، تقدر بملايير السنين هذه الفترات التي عبر عنها المولى عز وجل باللفظ التشبيهي اليوم أو الأيام. ثم هناك تساؤل آخر مهم طرح لفترة طويلة بين العلماء: هل السماوات السبع مادية أم غيبية؟ فإذا كان واضحا أن السماء الدنيا هي ما نراه عندما ننظر إلى الأعلى، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح في سورة الملك، أي ما يتضمنه الفضاء من نجوم وكواكب وسدم ومجرات وغير ذلك مما يحتويه الفضاء الخارجي، فماذا تحتوي السماوات الستة الأخرى إذا كانت مادية؟ وإذا كانت السماوات العليا من عالم الغيب كما يفهم من قصة المعراج، فكيف نفسر أن الآيات التي وردت حولها أشارت إلى خلقها ضمن الكون؟ ثم علينا أن نشير أيضاً إلى الاختلاف الذي عرفه العلماء المسلمون وخاصة منهم المفسرون خلال عصور طويلة حول خلق السماوات والأرض، أيهما سبق الآخر. نعلم اليوم يقيناً أن خلق السماء سبق خلق الأرض بملايير السنين، ولكن القدامى لم تتوفر لديهم هذه الحقيقة العلمية، فحاولوا الإجابة بالتفسير والتأويل فانقسموا في الآراء. ونجد في هذا عبرة حول أهمية الاستناد إلى العلوم الدقيقة في المسائل الطبيعية، حيث يمكن الفصل في مثل هذه الأسئلة. وأخيراً يجدر بنا أن نشير إلى أن القرآن أحدث في تاريخ الإنسانية الفكري ثورة ومنعرجاً في المنهجية، وذلك بكيفية تطرقه إلى عالم الطبيعة، إذ فصل بوضوح بين الطبيعة عالم الشهادة وبين الإلهيات عالم الغيب، ورد بذلك التصور القديم المسيحي واليوناني للكون الذي شمل في نظرية واحدة، بل وحد في عالم واحد، الأرض والسماء والعناصر الغيبية الجنة والنار إلى آخره، هذه العناصر التي أوجد لها أماكن معينة في الكون في التصور المسيحي، جهنم تحت الأرض، وعندنا طبعا هذا غير وارد. أهم الفلكيين المسلمين بعد انطلاق عملية الترجمة ودراسة أعمال القدامى من الحضارات السابقة الهندية واليونانية خاصة في شتى مجالات المعرفة، ظهر عدد من العلماء المسلمين الفلكيين برعوا في هذا العلم وأتقنوه، فقاموا بتدقيق الأرصاد والقياسات والحسابات لمواقع وحركات الأجرام خاصة، ومراجعة النظريات السائدة آنذاك. ومن بين هؤلاء يمكن ذكر الأعلام التاليين باختصار شديد في الوقت المتوفر لي، وسأشرح لكم بعد لحظة لماذا أريد أن أذكر لكم بعض هذه الأسماء
وأتوقع أن معظمها معروف لديكم، وبعضا من أعمالهم ليس فقط للتذكير بأمجاد أسلافنا وحضارتنا وعلومها، ولكن لمعاني أخرى سأذكرها لاحقا. البتاني الذي أشرت إليه آنفا أبو عبد الله محمد بن سنان، وأنا أذكرهم بالتسلسل التاريخي الأول ثم الآخر ثم الآخر، الذي وضع طرق حساب المثلثات الكروية وحساب طول السنة، وكذلك قام باستنتاج حركة الشمس بالنسبة للنجوم. يكفي أن نذكر أن كوبرنيكس وهو الذي أحدث ثورة في علم الفلك، الذي هو بدأ ما يسمى بعلم الفلك الحديث، وجاء 7 قرون بعد البتاني، استشهد بالبتاني 23 مرة في كتابه التاريخي. يعني إذا جاء عالم في الغرب يحدث ثورة ويحتاج إلى البتاني الذي سبقه 7 قرون ويذكره 23 مرة، فهذا اختصار، وكان يمكن لي أن أعطي محاضرة عن البتاني، ولكن أختصر أهمية البتاني في هذه الجمل. عبد الرحمن الصوفي في القاهرة له مؤلفات هامة اتسمت بالدقة في الرصد والإتقان في الرسم، أهمها كتاب الكواكب الثابتة وكتاب التذكرة. ويعرف الآن أيضاً أن أختصر وآتي فقط بالأشياء التي تميز بها هؤلاء تميزاً في التاريخ. يعرف الآن خاصة كأول فلكي في تاريخ البشرية درس بقعة أندروميدا التي أثبت الفلك الحديث أنها مجرة، أول مجرة اكتشفها الإنسان خارج مجرته درب التبانة. أبو الوفا البزجاني محمد بن محمد، وهو من أعظم علماء العرب في الرياضيات والفلك، ومن أهم اكتشافاته الخلل الثالث في حركة القمر، أو ما يسمى اليوم بالتفاوت، تفاوت القمر أو تفاوت حركة القمر. ابن يونس أبو الحسن علي الذي يعتبره البعض أكبر الفلكيين المسلمين، شجعه الخلفاء الفاطميون فبنوا له مرصدا سمي بمرصد ابن يونس كجزء من دار الحكمة التي أنشأها الفاطميون في القاهرة. ومن أهم أعماله رصده لكسوف الشمس وخسوف القمر في القاهرة، وحسابه الدقيق لميل دائرة البروج. ابن الهيثم أبو علي الحسن، ولد في البصرة ومات في القاهرة، الذي أبدع في علوم عديدة منها خاصة علم البصريات الذي يعتبر مؤسسه الحقيقي، وفي علم الفلك كتب ما لا يقل عن 80 كتابا ورسالة، اهتم فيها خاصة بسير الكواكب والقمر والأجرام السماوية. ويعرف الأخصائيون اليوم أن كيبلر، يوهانس كيبلر، وهو الذي جاء بعد كوبرنيكس، يعني حوالي 6 قرون بعد ابن الهيثم، استفاد في الوصول إلى قوانينه، قوانين كيبلر، من أعماله في الضوء، ما يسمى بالامتداد والانكسار. نصير الدين الطوسي الذي عرف بأرصاده الهامة التي قام بها بمرصد ماراغا، مرصد ماراغا الذي هو الآن في شمال غرب إيران، الذي قام بإنشائه وتجهيزه بأحسن الآلات، كان أول مدير لمرصد ماراغا. مرصد ماراغا بالمناسبة هو مرصد أقامه هولاغو 1 سنة بعد تحطيم بغداد، يعني حتى بغداد تدمر قال أريد مرصدا، أريد أن تتواصل هذه الأعمال، هذه العلوم. مرصد بغداد بالمناسبة هو أول مرصد وضع في الحضارة الإسلامية، مرصد بغداد 7 سنين فقط بعد تشييد بغداد قال الخليفة المأمون بعد المنصور، قال أريد مرصدا أيضا حتى نواصل أعمال السابقين. بل تواصلت المراصد، مرصد سمرقند أسس في القرن 16، ومرصد إسطنبول أسس 1577 ميلادي. يعني انظروا إلى أين امتدت حضارتنا وإلى أي سنوات وفي أي بقع جغرافية، من بغداد إلى سمرقند إلى إسطنبول إلى ماراغا. نصير الدين الطوسي عرف بأرصاده الهامة التي قام بها في هذا المرصد العظيم، ومن أهم مؤلفاته الفلكية كتاب ظاهرات الفلك وزيج الشاهي وزبدة الإدراك في هيئة الأفلك. ابن الشاطر الذي كان مؤذن مسجد دمشق، المسجد الأموي في دمشق، هو مؤذنه ومؤقته أو موقته وفلكيه الكبير، ألف كتاب السول في تصحيح الأصول في الفلك، وقام بعدد لا يحصى من الأرصاد، فوضع كتاب زيج الكواكب وكتاب تعليق الأرصاد الذي لم يعثر إليه لحد الآن، وهو كتاب هام جدا لأنه أشار إليه في مواقع أخرى.
اعتمد على أرصاده وجداوله الخاصة والدقيقة لرفض جوانب من نظرية بطليموس السائدة آنذاك، فقال، هذه جملة فقط من ما قاله ابن الشاطر: إن بعض الباحثين في هذا العلم قد نصوا على بعض الشكوك اليقينية، يقصد بها النظرية، في شأن هذه المذاهب، يقصد مذاهب بطليموس البطليمية، وقد نصينا نحن على شكوك أخرى وقفنا عليها بالرصد ومثل ذلك. شوف يعني المنهج التجريبي. هذه عينة من أعلام علم الفلك عند المسلمين ومن مؤلفاتهم وأعمالهم، مجدهم العالم والتاريخ كلهم، كل هؤلاء الذين ذكرت وعشرة آخرون، بأن سميت إحدى فوهات القمر اليوم على كل منهم، يعني أسماؤهم كأنها منحوتة في القمر نفسه، في فوهات القمر. أود الآن تخصيص شيئا من الوقت لبعض العلماء والمفكرين المسلمين الكبار الذين خاضوا في مفهوم الكون، ليس في علم الفلك بالأجرام والكواكب والقمر وغير ذلك، وإنما في مفهوم الكون ذاته. نظرية ابن سينا مثلا، ابن سينا أبو علي الحسن بن عبد الله المعروف الذي لقب بالشيخ الرئيس وحجة الحق، وهو طبعا من أعظم الشخصيات الفكرية والعلمية في تاريخ الحضارة الإسلامية ومن أعقدها، وقد عرف بالمعلم الثالث للإنسانية بعد أرسطو والفارابي، وكل من درس أعمال ابن سينا خرج مقتنعا أن الرجل كان عبقريا فذا، وكان لا شك من أندر ما أنجبته الإنسانية، حتى أن بعض دارسيه كانوا إذا وجدوا فكرة خاطئة في كتابات شيخ قالوا إن ذلك من أغاليط النساخ، أو قالوا إن الطبيعة حادت عن مجراها. من أهم كتبه التي تطرقت إلى موضوع الكون، أنا أركز فقط على موضوع الكون، كتاب المجموع وكتاب الحاصل والمحصول 21 جزء، وقيام الأرض في وسط السماء والأرصاد الكلية، والشفاء، كتاب الشفاء الذي هو موسوعة فلسفية كبرى تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية: المنطق، الطبيعيات، الرياضيات والإلهيات، وتحوي جملة الطبيعيات على الأبواب التالية، يدعى كل باب فن أو فنون: السماع الطبيعي، السماء والعالم، الكون والفساد، الأفعال والانفعالات يعني النفس، المعادن والآثار العلوية، كتاب النفس، النبات، الحيوان. ونجد هنا تصورات الشيخ الرئيس للكون. أريد فقط ذكر فكرة واحدة من ما قاله الشيخ الرئيس ابن سينا. ابن سينا كان يقسم عملية الخلق إلى أربعة أنواع. أنا أريد فقط أن أبين أن هؤلاء العلماء كانوا يدققون وكانوا يبدعون حتى في المفاهيم. فرق بين الإحداث الذي هو إيجاد الكائنات الحادثة بعد أن لم تكن، وبين الإبداع وهو إيجاد بدون وساطة للكائنات، الخلق وهو الإيجاد بواسطة الكائنات المجسمة أو بدونها، والتكوين وهو الإيجاد بواسطة الكائنات القابلة للفساد والزوال، ولا يسعني الوقت لإعطاء أمثلة عن كل واحد من هذا. وتصوره للكون شبيه للنظرة اليونانية، إلا أنه اعتبر تسع كرات عوض الثمانية اليونانية المعروفة، الأرض والمدارات السبعة للكواكب، كانت هذه سبعة، ثم كرة النجوم، ما كان يسمى بكرة النجوم. أضاف ابن سينا كرة تاسعة قال لنفصلها عن عالم الغيبيات أو عالم الإلهيات. تصور البيروني باختصار: لم يحظى البيروني أبو الريحان بن أحمد البيروني باهتمام كبير من طرف مترجمي عصر النهضة الأوروبية، ولذلك لم تعرف أعماله العملاقة، وأنا شخصياً أعتبره من أهم عملاقين، أكبر عملاقين ربما في تاريخ الحضارة الإسلامية عندي، البيروني وابن الهيثم. وبلغت مصنفاته حوالي 150 كتاباً ورسالة، وقيل عنه إنه كان لا يكاد يفارق يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر. وتذكر نفس المصادر أن السلطان مسعود الغزنوي كافأ البيروني على كتابه الضخم والعملاق القانون المسعودي في الهيئة والنجوم. قانون المسعودي ثلاث مجلدات، كل مجلد أكثر من 500 صفحة. عندما أهداه عالمنا إلى هذا السلطان كافأه بثلاث جمال تنوء بأحمالها من الفضة، هكذا صورت. فردها الشيخ معتذرا بقوله: إنما أخدم العلم للعلم لا للمال. أما عن نظرته إلى الكون فإنه كان لا يشك إطلاقا في الخلق من العدم، على خلاف الفلاسفة الآخرين ابن سينا وابن رشد مثلا، وسنأتي إلى ذلك بعد حين، بل كان يرد كلية فكرة الإغريق أن الكون والزمن أزليان قديمان بالمصطلح،
لكن البيروني رأى أن معرفة زمن الخلق، متى حدث الخلق إذا كانت هناك بداية، ما دامت هناك بداية، أي عمر الكون ما نعرفه اليوم، عمر الكون، واليوم العلم، علم الفلك، علم الكون، كوسمولوجيا، يعطينا عمر الكون بدقة فائقة، 13.7 مليار سنة، نعرف بالضبط متى حدث الخلق وما هو عمر الكون، نعرف من خلال علم الفلك اليوم. البيروني قال ليس بوسعنا أن نعرف ذلك، وقد أخطأ، ولكن يجب أن نفهم ونعتبر كيف ولماذا قال ذلك ولماذا قال هذا الكلام منذ 1000 سنة وأكثر. قال غير ممكنة هذه المعرفة، غير ممكنة للبشر، لأن الخالق لم يقل شيئا عن ذلك في كتابه الكريم، ولأن الحضارات القديمة اختلفت كثيرا في تقديراتها لهذه المدة، بل أعطت تسلسلات تاريخية غريبة في معظمها ويصعب للعقل استيعابها وهضمها. ثم ذهب البيروني إلى أبعد من ذلك فقال إن الزمن عند البشر لا يشبه الزمن عند الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال كيف نحسب والزمن عندنا غير الزمن عند الله، كيف نعرف؟ ولذلك فمحاولة معرفة عمر العالم من المستحيلات، قال البيروني، وقد أخطأ عالمنا العظيم هنا، وفي ذلك عبرة أخرى. أما نظريته الكونية فكانت هي الأخرى، تشابه التصور اليوناني، أي شبيهة ما عدا مسألة الخلق من العدم، تشبه التصور الذي ذكرته بالنسبة لابن سينا، وسأذكره في عجالة بالنسبة لوجهة النظر ابن رشد. يعتبر ابن رشد أبو الوليد بن محمد بن أحمد من أعظم الفلاسفة المسلمين وأكثرهم تأثراً بأرسطو، وقد لقب بالشارح لما قام به من شرح لمعظم كتب الفيلسوف اليوناني، ومن أهم ما ألف فيما يهم موضوعنا، طبعاً لديه كتب أخرى مهمة جداً معروفة لديكم، تهافت التهافت والكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وفصل المقال إلى آخره، ولكن فيما يخص موضوعنا الكون أهم كتبه كتاب السماء وكتاب الكون والفساد وكتاب الطبيعيات وتفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو. ولكن ابن رشد مع قوة منطقه وقدرته التحليلية بقي متعلقاً بتصورات أرسطو إلى حد بعيد، فكان يلح على أن الكون قديم، أي أزلي التغير، كان يقول هو أزلي التغير وليس أزلي قديم بمعنى قدم الله تعالى، ويعني بذلك أن العالم مخلوق ولكن في أقدم الأزمنة، وأن الخلق متجدد، أي أن الله يواصل إبداعه عبر الزمن، وأن الله هو القديم الحقيقي الموجد لكل الكائنات والحافظ لها. ابن عربي، يعتبر الشيخ ابن عربي، الشيخ الأكبر أبو بكر محمد بن علي، أكبر قائد روحي وفكري للمدرسة الصوفية كما تعرفون أحسن مني. وضع ابن عربي ما لا يقل عن 251 مؤلفاً حسب ما ورد في إحدى مذكراته، وقال بعض المؤلفين إن مصنفاته بلغت 500، وقال آخرون 400. أهمها فيما يتعلق بنظريته الكونية كتاب الفتوحات المكية المشهور، وكتاب الحكمة الإلهية، وبالأخص كتاب فصوص الحكم، الذي أعطى لابن عربي شهرته الصوفية، وفيه يعرض تصوراته حول الوجود على شكل إلهامات يرجعها دوماً إلى تعاليم الأنبياء الرئيسيين. ويكمن سر اهتمامنا بنظرية ابن عربي حول الكون في مفهوم وحدة الوجود الذي أسس عليه تصوره الكامل والمتكامل. فعلى عكس المتكلمين المسلمين الذين عبروا عن الثنائية بين الله والكون بالقول إن في الوجود خالق وخلق، هكذا قال المتكلمون، وكل ما في الكون دون الله قد أوجده الله عن طريق الخلق والإبداع وإخراج الأشياء من العدم، فإن النظرية الأكبرية تقبل بالثنائية بين الله والخلق، ولكن تلح على أن المتصوف في حالة الإشراق يشهد الوحدة في الوجود كلها شهوداً ذوقياً، أي أنه يرى المخلوقات تتلاشى أمام الله كما يتلاشى ضوء الشمعة في ضوء الشمس، ويلح على أن هذه الوحدة لا يتم شهودها عن طريق العقل والبرهان، ولكن فقط عن طريق الذوق والكشف. ويؤكد الشيخ في مواضع جد عديدة من الفتوحات والفصوص وغيرهما على أن الحقيقة الوجودية واحدة في أصلها، فأحياناً ننظر إليها من زاوية فنقول هذا الحق، وأحياناً ننظر إليها من زاوية أخرى فنقول ذاك الخلق. ويمكن ذكر قولين قصيرين عن ذلك، عن هذا التصوير،
أولا قوله، قول الشيخ: فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها. وثانيا البيت الموالي المنصوص في الفتوحات: فما نظرت عيني إلى غير وجهه ولا سمعت أذني خلاف كلامه. ويوضح ابن عربي أن ثنائية الحق والخلق إنما هي من أثر العقل والحس والنظر، وهي بالتالي ثنائية موهومة زائفة، لأن العقل غير قادر على إدراك الوحدة الشاملة، وليس في وسعه إلا رؤية المتعدد المتكاثر. ولكن الشيخ يلح على عدم اعتبار وحدة الوجود وحدة مادية يضحى فيها بفكرة الألوهية، بل بالعكس، فإن الوجود الحقيقي هو وجود الله تعالى وحده، ووجود الخلق بالنسبة إليه كوجود الظل لصاحب الظل، وصورة المرآة بالنسبة لصاحب الصورة. فالخلق شبح زائل، والوجود الحقيقي هو الجوهر الدائم. ويذهب ابن عربي إلى وصف الكون بأنه محض خيال إذا نظرنا إليه في ذاته، إذا نظرنا فقط في الكون ككون، ولكنه يصبح حقيقة إذا ما نظرنا إليه على أنه مظهر لتجلي الحق بأسمائه وصفاته الإلهية. فيقول الشيخ: إنما الكون خيال وهو حق في الحقيقة، والذي يفهم هذا حاز أسرار الطريقة. الكون المحكم. أود الآن فيما تبقى لي من الوقت العودة إلى موضوع الكون، والإشارة إلى مسألة بالغة الأهمية، ربما تعتبر أهم اكتشاف في نصف القرن الأخير. لاحظ العلماء، علماء الكون، أن عدداً من خاصيات الكون وضعت بشكل دقيق للغاية لتتناسب مع وجودنا ومع ظهور وتطور الحياة بصفة أعم. فلو كانت خاصيات الكون صدفة، لكان احتمال ظهور الحياة والعقل، أي العقل البشري والوعي، واحد من مليار المليار المليار. لو أخذنا خاصيات الكون هكذا يلا باختيار عشوائي، لكان الاحتمال أن يظهر أي مخلوق حي واع عاقل مثل الإنسان أو حتى مثل الحيوان، احتمال واحد من المليار المليار المليار. اعترف معظم المفكرين بالأهمية القصوى لهذا الاكتشاف، سأعطيكم أمثلة عن هذا بعد لحظات. وأدلة هذا الاكتشاف تتراكم مثل ما سأشير، بل ازدادت وتيرة الأدلة تسارعا في العقود الأخيرة. وهذا ما أدى إلى تنظيم مؤتمرات لهذا الأمر، وتخصيص العديد من المجلات الغربية صفحات وأعداد كاملة لهذا الموضوع الساخن. اسمحوا لي بتقديم بعض الأمثلة البسيطة عن هذا الضبط الكوني والإحكام الدقيق. لو كانت الجاذبية في الكون، لا أتكلم عن الجاذبية على الأرض، الجاذبية في الكون ككل، أضعف قليلا مما هي عليه، لما تشكلت النجوم أبداً. طيب، ربما يقول الشخص: طيب، ولو لم تكن هناك النجوم لما كانت السماء جميلة، ولكن كيف يؤثر هذا فينا؟ لما تكونت عناصر الكربون والأكسجين ومعظم العناصر الكيميائية الأخرى الضرورية للحياة، فكل عناصر الحياة باستثناء الهيدروجين تتكون داخل النجوم. لا تتكون النجوم، لا تتكون عناصر الحياة، لا يمكن للحياة بأي شكل من الأشكال في أي مكان من الكون أن توجد. وبالمقابل، لو كانت الجاذبية أقوى قليلاً مما هي عليه في الفضاء، لكان الكون قد انهار على نفسه بعد فترة قصيرة من خلقه، وبالتالي لا تتشكل النجوم، لا تتشكل الكواكب، لا يمكن للحياة أن تظهر أو تزدهر في أي مكان. نفس الشيء بالنسبة للتفاعل الكهرومغناطيسي ولكثير من الخاصيات الكونية الأخرى. من جهة أخرى، نجد هذا الإحكام الدقيق في جوانب عديدة متعلقة بوجودنا على الأرض، ومن ذلك خاصيات الشمس والقمر والمجرة والمسافات بين الأجرام. مثلا الأرض كان يجب أن تكون بالحجم المناسب، لا أقل ولا أكثر، حتى تحافظ على محيط هوائي كاف. لو كانت أصغر مما هي عليه، لما كان هناك غلاف جوي فلا يمكن أن نعيش. ولو كانت أكبر من ذلك، لكانت مثل الكواكب العملاقة مثل المشتري وزحال، وفي هذه الحالة يكون الغلاف الجوي طبقات من مئات الكيلومترات أو آلاف من الكيلومترات لا يمكن أن نوجد، وفي قلب ذلك الكوكب جاذبية أعلى بكثير مما يوجب. لا يمكن للحياة ولبشر أو لأي حيوانات أن توجد إلا على كوكب مثيل للأرض. أكبر لا يمكن، أصغر لا يمكن، حتى تحافظ على كل هذه الخاصيات.
وفلك الأرض حول الشمس كان يجب أن يكون فيما يسمى المنطقة القابلة للسكن، لا يمكن أن نكون أقرب إلى الشمس أكثر مما نحن ولا أبعد من الشمس أكثر مما نحن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه نحتاج أن تكون الحرارة معتدلة بحيث يكون الماء سائلاً، لا يكون متجمداً ولا يكون متبخراً. والماء كما جاء في القرآن وكما ذكرت آنفاً، بدون الماء لا يمكن للحياة أن توجد. ونفس الشيء بالنسبة لمحور الأرض، محور الأرض مائل بحوالي 23 درجة ونصف، لو زاد درجة أو نقص درجة لما كان يمكن للحياة أن توجد، لأن الفصول حينها لا تكون كما توجد على الأرض، ولا اضطربت الفصول واضطربت الحياة كلها. كذلك قمرنا ضروري، لو لم يوجد القمر أصلاً لما وجدنا على الأرض، ولو وجد القمر أبعد بكثير مما هو عليه عنا ما كنا نوجد. مش فقط ما كانت حياتنا سهلة أو ممكنة أو صعبة أو في الليل ليس هناك إضاءة، لا نوجد، لا نوجد. الأرض تضطرب أصلاً لو لم يوجد القمر. وشمسنا، أنا أختصر بسبب الوقت، وشمسنا نجم ممتاز متوسط في كل شيء، فلو كان أكبر لاحترق بشكل أسرع وبشكل غير مستقر، تنحرق الشمس بشكل غير مستقر لو كانت أكبر. ولو كان أصغر، لو كانت الشمس أصغر لكانت المنطقة القابلة للسكن، قلنا أن الأرض يجب أن تكون حول الشمس عند منطقة معينة لا أقرب كثيرا ولا أبعد كثيرا، لو كانت الشمس أصغر لكانت المنطقة هذه أقرب، يجب أن تكون أقرب إلى الشمس. طيب يا سيدي ممكن أقرب للشمس، لو كنا أقرب للشمس لكانت حركة المد والجزر أعنف، وحركة المد والجزر هذه لكانت تحولت إلى زلازل ولا اضطربت الحياة على الأرض، وأمثلة عديدة من هذا، أنا أردت فقط ذكر بعض الشيء عن ذلك. النظرة الإسلامية الآن للضبط الكوني لهذه الأفكار، وألح أن هذه الأفكار وهذه الاكتشافات وعشرات لا يسعني الوقت أن أذكرها وبعضها دقيق جدا، هي حديثة العهد، لا تعود إلى أكثر من 50 سنة بالكثير، معظمها 20 سنة 25 30 سنة. لقد تبنى المسلمون على الدوام حجة التصميم التي تؤكد على أن ما نلاحظه في الطبيعة من ضبط ودقة وتناغم هو دليل على وجود صانع، أي خالق مبدع، أوجد كل ذلك ووضعه بشكل محكم. حجة الصنع هذه موجودة في تراثنا الإسلامي، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تشير إلى ذلك، منها: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وآية أخرى في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وأضاف العلماء المسلمون صيغة أخرى لحجة الصنع هذه، هي ما أسموه دليل العناية، دليل العناية الإلهية، نجده بالخصوص عند ابن رشد مثلا. ونجد في القرآن بعض الآيات التي تشير إلى الإحكام الدقيق الذي كنت أعطي عنه أمثلة قبل دقائق، نجد أمثلة عن هذا الضبط وهذا الإحكام الدقيق لكل الأجرام الموجودة في الكون، نجد إشارات إلى هذا في القرآن، منها قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار في سورة إبراهيم. ثم في سورة لقمان نقرأ: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. انظروا كيف الربط بين التسخير ما في السماوات والأرض وبين هذه النعم التي أسبغها الله علينا. هذه الآيات التي ذكرت يمكن تقسيمها إلى قسمين أو صنفين، أولهما حول المقدار والميزان والقدر،
في كل ما هو موجود في الخلق وفي الكون، بل حتى في كل ما عنده. قال: وكل شيء عنده بمقدار. عنده أي في مخططه الإلهي للكون وللوجود. وتتحدث الآيات الأخيرة التي ذكرت والتي جاء فيها مفهوم التسخير عن تسخير كل الخلائق الموجودة في السماوات والأرض للإنسان. ونجد من بين المفكرين المسلمين للعصر الذهبي الإمام فخر الدين الرازي المفسر الكبير والفيلسوف والعالم، يركز في تفسيره الكبير للقرآن مفاتيح الغيب على أن كل جسم في الطبيعة له كيفية خاصة لوجوده المادي، وهي كيفية مقدرة، هذه ألفاظ الفخر الرازي، من طرف الخالق بمقادير مخصوصة، هكذا يقول الفخر الرازي. قال: لنأخذ هذا المثال: للأجسام السماوية مدارات وإحداثيات زمانية ومكانية محددة، يعني حركات، مواقع محددة، أزمنة إلى آخره في مدارات، تثبت تدبيرا كاملا وحكمة بالغة. حكمة بالغة أيضا، هذا لفظ الفخر الرازي. يلح الشيخ على أن كل الأجسام في السماوات والأرض، الحي منها والجامد، قد تم ترتيبه من طرف الله بالشكل الذي يمكنها من خدمة مصالح الكائنات البشرية. ويلفت الرازي انتباهنا في النهاية إلى الوصلات المعقدة القائمة بين النعم الأفقية والنعم الأنفسية، يعني الحياة الطبيعية، مادة، أحياء، كيمياء، وبين ما هو روحي في أنفسنا. ويختم بالقول أن دور مثل هذه النعم هو جعل البشر يصلون إلى النعمة الروحية، يعني هذه النعم المادية الطبيعية هي للوصول إلى النعم الروحية الأكثر عمقاً وأبدية، المتمثلة في الإعراب عن الامتنان للخالق. والفكرة الثانية التي يمكن أن نقرأها بسهولة في آيات السابقة هي تسخير كل الخليقة للإنسان. يقول ابن رشد بهذا الخصوص: كل الموجودات متناغمة مع الكائن البشري. واحد. اثنين: لا يمكن لهذا الأمر أن يكون إلا نتيجة فاعل قد رغب في أن يكون الأمر كذلك، يعني أن يكون هناك هذا التناغم الكلي بين الكائنات البشرية وكل المخلوقات في السماوات والأرض. وعلى نفس النهج الفكري نجد مفكرين معاصرين آخرين، سوف أختصر الكلام، منهم جعفر الشيخ إدريس، وكنت أود أن أذكر الفيلسوف التركي بديع الزمان سعيد النورسي، الذين قالوا في نفس السياق عن هذا التناغم فيما هو موجود في الآفاق وفي أنفسنا. خلاصة، في هذه المحاضرة المتواضعة حاولت توضيح ثلاثة مسائل، هي: أولاً، ضرورة استيعابنا مغزى تأكيد القرآن العظيم على ضرورة التدبر في الكون والبحث في جوانبه الرائعة بالطرق العلمية، أي المشاهدة، القياس، البرهان إلى آخره. ثانياً، أن العلماء المسلمين في العصر الذهبي لحضارتنا انتبهوا إلى هذا وقاموا بواجبهم في البحث واستخراج الحقائق العلمية الكونية الطبيعية الفلكية كما ذكرت باختصار عن بعض منهم، فنجحوا كثيراً وأخطأوا قليلاً، وأشرنا بعجالة إلى بعض العبر الكامنة في ذلك، في نجاحهم وفي خطائهم. ثالثاً، أن العلم الحديث المعاصر، علم الفلك الحديث، علم الكون الحديث، أسترونومي كوسمولوجي، اكتشف أن الكون محكم وأن خاصياته مضبوطة ومتوائمة بشكل مذهل مع وجود الإنسان على الأرض. وأشرت إلى أن القرآن المجيد يشير إلى هذه الحقيقة، وأكدت على ضرورة خوض المسلمين اليوم في هذا البحر أكثر مما يفعلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ترضى عنه، اللهم إنا نسألك علما يفيدنا في دنيانا وفي آخرتنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن قلت فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بالعلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وحبب إلى قلوبنا وعقولنا ونفوسنا القراءة والدراسة والتعلم. اللهم بارك في هذا الجمع بدءا بسيدنا سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بالقايد، اللهم ارفعه كما رفع العلم والعلماء،
اللهم أكرمه كما أكرم هذا الجمع وهذه الزاوية المباركة إن شاء الله. اللهم إن سألناك فاستجب لنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.